السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايبة لكم النهاردة أحلى فطار. هتشوفوا بقى، عملت بتنجان مقلي. أنا بحب أقطعه كده زي ما انتوا شايفين. ده البتنجان العروس العادي مش الرومي. هنا كمان عملت بطاطس، والبتنجان بقى جاهز. هنعمل بقى المسقعة. عملت حمرت تومة وحطيت معلقة خل، وبعد كده حطيت الصلصة. بحب الصلصة بتاعتها تكون ايه، يعني مضروبة ضربة واحدة بس، يعني يعتبر زي الطماطم المقطعة كده. بص عاملة ازاي. هسيبها بقى تتسبك، بس هحط فيها شوية مية، نص كوباية مية كده. هنا بقى البطاطس ابتدت تاخد اللون كده بقى زي ما انت شايفين. عملت البتنجان والفلفل، عملت دقة فلفل احمر وفلفل اخضر وثوم وطماطمية وكمون وملح وليمون وشوية خل كمان. حطيت ضربتهم، وبعد كده حطيتهم زي ما انت شايفين، طعمه تحفة. هنا بقى البطاطس، بجيب التوابل بتاعت البطاطس بتبقى حلوة قوي. وعملت كمان طاجن بيض بالسجق. انا عملت سجق وفض كده حتة لحمة، عملتها زي اللانشون وسبتها في الفريزر. بصوا بجد تحفة تحفة. هقول لكم بقى طريقة السجق، انا منزلاها في القناة ومنزلاها على الصفحة التانية. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجب.